الفرنش كرولز والمقادير: 1 كوب ماء، 6 معلقة كبيرة زبدة، 2 معلقة صغيرة سكر، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1 كوب دقيق، 4 بيضات، وعندنا زيت للقلي وسكر بودرة للتزيين. الكرولرز العجينة بتاعتها زي عجينة الشو، هنحط المية والزبدة والملح والسكر على النار، وأول ما يغلو هنحط معاهم الدقيق دفعة واحدة، وبعد كده هنحط البيض مع العجينة في العجانة. نقلب علشان مش عايزين المية تبتدي تغلي وتتبخر قبل الزبدة ما تدوب، لأن كده كمية المية هتكون أقل من الوصفة لو اتبخر منها كتير. وبعدين أول ما تغلي هنحط الدقيق مرة واحدة. دلوقتي هنحط الدقيق كله ونقلب لحد العجينة ما تتجمع، وبعدين ننشفها شوية على النار علشان نديها فرصة ان هي تتشرب من البيض اكتر. اوكي، وبعدين هناخدها ونحطها في العجينة. هنحط معاها البيض، مش هحط كله الأول، ونبتدي نضربها ونشوف لو هتحتاج كل البيض ولا لا. اوكي، كده عجينة الشو جاهزة. ناخدها ونحطها في كيس حلواني. هنعملها على شكل دوائر. بعد كده هندخلها الفريزر علشان تحتفظ بالشكل بتاعها، وبعدين نقليها في الزيت. اوكي، وبعدين نرصهم في طبق التقديم ونرش عليهم سكر بودره.